واش بصح لي زيرباك خطيرين على الدراري الصغار؟ اجي ولا كانوا عندنا لي زيرباك مزيانين في الطوموبيل بلا ما ندير حزام السلام؟ واش بصح لي زيرباك الا خرجوا ممكن يخرقوا الناس اللي لداخل؟ واش عارف بان لي زيرباك ما كيخرجوش بسبب الاصطدام وانما كيخرجوا بحاجه اخرى؟ كيفاش؟ اي شريف، لي زيرباك ما كيخرجوش مني كتضرب الطوموبيل وانما كيخرجوا مني كيكون واحد التباطؤ مفاجئ، اي انك مني كتضرب الفران على غفله، حيت لي زيرباك الا جاو يعتمدوا غير على الاصطدام فراه يكون فات الفوت وما غيعتقوا حتى حاجه. كيفاش كيتحلوا هاد لي زيرباك؟ انت مني كتضرب شي فران على غفله كاينه وحده ديال التحكم ديال لي زيرباك هي اللي كتلقى البيانات من عده مستشعرات، مستشعرات كاينين في الفران، مستشعرات كاينين معنا في العجله، كتلقى هاد البيانات كتجمعهم كدير لهم تحليل. اول حاجه كديرها كتبلوكي الصمته، كتسد البيبان ديال الطوموبيل وكتخرج لي زيرباك. علاش اسيدي كيتحلوا هاد لي زيرباك؟ مني كيتلقاو لي زيرباك اشاره من وحده التحكم كيبدا تفاعل كيميائي، هاد التفاعل كيؤدي انفجار غاز النيتروجين هو اللي كيعمر هادوك لي زيرباك وكيخرجوا بواحد القوه باش يقدروا يحبسوك ما تصطادمش انت مثلا بالفولون ولا بشي حاجه اخرى. وهذا الشيء كامل تقريبا ما بين 20 حتى 30 ملي سكوند، اي سرعه من الترميشه اللي كترمش. كيفاش؟ اي الشريف، الانسان كيحتاج 100 ملي سكوند باش يرمش، اما لي زيرباك باش يخرج له كيحتاجوا غير ما بين 20 حتى 30 ملي سكوند. هذه عند الصاغ، اما عند الركاب فراه كيحتاج ما بين 30 حتى 40 ملي سكوند. واش الا خرجوا بزاف ديال لي زيرباك ممكن يخنقوا الناس اللي لداخل؟ الا هاد لي زيرباك كيبقاو منفوخين لبضعه ثواني فقط. وزيد على ذلك ان هذاك التوب باش مصوبين هاد لي زيرباك فيه مسام كيسمحوا للهواء بالمرور. اي هاد القضيه ديال انهم يخنقوك غلط. واش بصح لي زيرباك الا خرجوا ممكن يوعشوا الانسان في الوجه ديالو؟ اي الشريف، تخيل معايا ان هذاك الواجهه ديال لي زيرباك ملي كتخرج كتخرج تقريبا بواحد السرعه ديال 300 كيلومتر في الساعه. علاش مجهده؟ لانها خاصها تنقض الارواح، بالتالي واحد السيد اللي جاي تقول ديالو زائد الفيتاس وزائد داك الفران المفاجئ فراه كيولي ثقيل. دونك باش تحبسو خصك واحد القوه كبيره، داكشي علاش لي زيرباك كيمارسوا تقريبا 1390 كيلوغرام ديال القوه على الانسان باش يحبسوه. اسيدي اللهم تخرج وتوعتك وتعاتقك ولا ما تخرجش كاع وتولي فشي كارثه اخرى. داكشي علاش خصك تعرف كيفاش تجلس قدام الفولون. اول حاجه خصك تبعد على الفولون تقريبا على الاقل ما بين الصدر ديالك والفولون 25 سنتيمتر على الاقل، وكيقول لك من الاحسن تبعد على الفولون قدر الامكان، المهم غير رجليك يكونوا واصلين باش تورك مثلا الفران ولا لومبرياج. حاجه اخرى خصك تقاده هي الفولون، ما تخليش مقابل مع الوجه ديالك، راه كاين واحد اللعيبه باش كتقاد الفولون هبط الفولون قادو مع الصدر ديالك باش لا قدر الله خرجوا لي زيرباك يضرب لك في الصدر ديالك ما يضربش لك في الوجه ديالك، يقدر يخليك شي سيكاتريس. واش لي زيرباك خطيرين على الدراري الصغار؟ اه مثلا الا ما كنتيش كتحط الوليد ديالك في البلاصه المناسبه، الا حطيتيه مثلا قدام وحطيتيه في هذاك الكرسي ديالو ولكن درتيه عكس كيشوف مثلا هك ومشاو تخرجوا لي زيرباك فراه غادي يخرجوا ليه من هنا وغادي يوليو دايرين شي كارثه وممكن ياذيو. الا جلستي ولدك مثلا اللور وما درتيش ليه حزام السلامه وخرجوا لي زيرباك فراه غادي ياذيو، لاش هما كما قلت لكم كيخرجوا بواحد القوه كبيره والدراري راه كيكونوا باقيين صغار دونك ما يتحملوش هذيك القوه كامل. راه كاينين تعليمات ديال العمر والوزن ديال كل طفل فين يجلس، ومن الاحسن الوليد اذا كان صغير وما غيتحملش هذيك الضربه مثلا ديال لي زيرباك كيجلس الوسط لور الوسط. واش الا كان عندي لي زيرباك مزيانين في الطوموبيل بلا ما ندير اسيدي حزام السلامه؟ غلط الشريف، حزام السلامه اساسي، اما لي زيرباك فراه غير تكميليين، ولي زيرباك كيديروا الخدمه ديالهم الا كان الانسان داير حزام السلامه. الا كنتي داير حزام السلامه فراه كتعاون هذوك لي زيرباك يديروا الخدمه ديالهم يحبسوك يوعتوك شويه في هذيك الضربه الاولى ولكن غادي يعتقوك، اما الا ما كنتيش داير حزام السلامه الشريف ولا راه غادي تفوت هذوك لي زيرباك وغادي تدخل تقيس وجهك يقيس شي حويجات لداخل، ما غاديش يديروا الخدمه ديالهم صحيح. داكشي علاش حزام السلامه بلا ما تسول عليه واش دار ولا لا ضروري. لنفرض حنا هاد لي زيرباك خرجوا داروا خدمتهم، واش ممكن نعاود نستعملهم هما نفسهم؟ لا، هاد لي زيرباك كيتستعملوا مره واحده، الا خرجوا فراه كتحيدهم وكدير وحدين اخرين جداد. كاين شي ناس بعض الدول العالم كيعاودوا يركبوا دوك لي زيرباك اللي ديجا خرجوا بطبيعه الحال حرفيين متمكنين من الدومين، ولكن دائما كيبقى الخطر ما تثيقش فيهم. داكشي علاش خصك تركب وحدين اخرين جداد باش تكون امور ناضيه وتعرفهم بانهم خدامين 100%. هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا شي كومونتير زوين، تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك، تشترك في القناه، والا كان عندك شي موضوع بغيتينا ندويو عليه في القناه صيفطوا لي بار ميساج في الانستغرام، نخلي لكم الانستغرام وزيدك هادي.